بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة القمح، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن تسميد القمح. القمح على فكرة يعني الناس بتستهون به وإن هو أي حاجة بيمشي وخلاص. لا يا جماعة، على فكرة السعودية بتجيب إنتاجات عالية جدا في القمح. يعني إحنا أراضينا في مصر أراضي قديمة والخصوبة بتاعتها أعلى، بس هم بيهتموا بصراحة فبيجيبوا يعني بسم الله ما شاء الله بيجيبوا إنتاجات غريبة الشكل عشان هم بيهتموا وبيضيفوا المقررات السمادية يا جماعة. فبنيجي للقمح، طبعا أنا عارف في ناس كتير مش هتهتم، أو الكلام يعني بيكون لما نقول مثلا في التسميد العضوي اللي هو السماد العضوي يا جماعة، اللي هو السماد البلدي أو الكمبوست أو ما شابه ذلك، بنضيف من 10 ل 15 متر مكعب سماد عضوي في الأراضي القديمة، اللي هي بتاعت الدلتا او الاراضي اللي بتزرع من زمان يعني بالنسبه للاخوه العرب، وبالنسبه للاراضي المستصلحه الجديده اللي هي بقى لها فتره قريبه بتزرع بنضيف من 15 ل 20. على فكره هم مديين الارقام اكتر من كده كمان ل 25 متر مكعب في الاراضي الجديده، مع ان اعتقد ان ما حدش بيضيف، ولكن ده الكلام العلمي واللي موجود للامانه في كتاب المحاصيل في كتاب المحاصيل بتاع جامعة القاهرة، واللي فيه يعني مؤلفينه 4 من أفضل الأساتذة اللي درسوه لزمان. والكتاب طبعا صدر في 2015، فلسه دراسة حديثة يعني. فبيتكلم في تسميد القمح على التسميد العضوي يكون بالطريقة دهية، تمام. وخصوصا يا جماعة التسميد العضوي ده هيحتفظ لك بالمية. التسميد العضوي هيخليك تقلل من السماد المعدني اللي انت تضيفه، النترات والبوتاسيوم والفوسفور، كل ده هيخليك تقلل فيه، لان نتيجة ان انت حاطط اصلا سماد عضوي. السماد العضوي بيحتوي على كتير من العناصر اللي هي يعني الصغرى والكبرى مع بعض، تمام. السماد العضوي يا جماعه بيحتفظ لك بالميه، السماد العضوي بيغير لك قوام الارض من اراضي رمليه مفككه الى اراضي يعني بتقلب فيما بعد كده، اللي تدي القوام بتاعها لونها بيبقى اسود وتميل للطمييه كده زي اراضي الصالحيه، تمام. فالمادة العضوية مش خسارة والله في يعني في أي إضافة، ولكن يمكن الأسعار بتاعتها العالية خلت الناس تكسل، وابتدت حتى في تدهور للخصوبة نتيجة إهمال التسميد المعدني، إهمال التسميد العضوي، وبنريح دماغ الفلاح وبحط سماد معدني، تمام. وصحيا كمان على فكرة بالنسبة للبني آدمين اللي بتاكل حتى لو خضر ولا غيره، التسميد العضوي طبعا بيكون أفضل صحيا للإنسان من التسميد المعدني، تمام. ندخل بعد كده على التسميد المعدني ده، واللي هو يا جماعة بيبقى عبارة عن العناصر الكبرى والعناصر الصغرى. بعدها لك تاني هي بالنسبة للعناصر اللي هي العناصر الكبرى، واللي هي عبارة عن الكربون والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والكالسيوم. دول يا جماعة 9 عناصر كبرى ما ننساهمش، أنا بفكرك بيهم. طبعا الكربون والأكسجين والنيتروجين دول بياخدهم النبات من المية والهواء، دول مالكش دعوة بيهم، دول من عند الله سبحانه وتعالى. تعال على النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والكالسيوم، دول اللي حضرتك بتضيفهم، تمام. فيهم يعني أكبر عنصرين اللي هم بأكدوا عليهم إن هم بنحطهم للقمح، بالنسبة لأول أول عنصر، عنصر الفسفور. هم ما بيأيدوش إن البوتاسيوم يتحط للقمح، وإن كنت ممكن ترش رشتين كده بوتاسيوم وبيكتفي بكمية البوتاسيوم الموجودة في الأرض أو اللي أنت بتضيفها في إضافاتك للمادة العضوية، تمام. فهو بالنسبة لعنصر البوتاسيوم ما بيأيدوش ان هو يتحط، ولكن المهمين عندنا بالنسبة لمحصول القمح هم عنصر الفوسفور وعنصر النيتروجين. تيجي على عنصر الفوسفور، تمام. عنصر الفوسفور وده عبارة عن ايه يا جماعة؟ الفوسفور ده ليه كذا صورة بتضاف عليها بس عشان الناس تبقى تفهم، ركز معايا بالله عليك. بالنسبة للفوسفور، إما إنك تلاقيه في السوبر فوسفات اللي عندنا في مصر يا جماعة، أو تلاقيه في الداب اللي موجود في السعودية وتستخدمه على طول، أو موجود في الماب، أو موجود في حمض الفوسفوريك، تمام. دول أشهر
المركبات اللي موجود فيهم الفسفور. طيب السوبر فوسفات بيبقى نسبة الفسفور فيه كام يا جماعة؟ فيه 12.5%، يعني كل 100 كيلو فسفور فيهم 12.5 كيلو جرام فسفور صافي، تمام. الدب فيه كام؟ فيه 48، فيه 48 فسفور، تمام. انا بتكلم على الفسفور بس. طب الماء بيبقى فيه 61، ولما يكتب ان بي كي يا جماعة اعرف الرقم اللي في النص دايما ده فسفور. لما يكتب ان بي كي وما كتبلكش جنبها عناصر صغرى، اعرف ان الرقم اللي في النص ده بيمثل الفوسفور، سواء كتبها بالانجليزي من الشمال لليمين او كتبها بالعربي من اليمين للشمال، خليك ناصح كده، تمام. بالنسبه للحمض الفوسفوريك طبعا في 60% وفي 85%، بس القصه دي مالكش دعوه بيها لانها بتخضع لحاجات تانية. مش معنى كده ان 100 كيلو حمض فوسفوريك فيهم 85% فوسفور صافي، لا، ده القصه ديت بتخضع لحاجات تانية، لان احنا عندنا ميه داخله في حمض الفوسفوريك، فدي بتتاخد، يعني مالكش دعوه بالقصه دي. المهم خلينا نركز في ايه، في بالنسبه للفوسفور. طيب بيتم وضع قد ايه فوسفور يا جماعه؟ بقول لك ضيف في الفوسفور ده هوت في حدود 175 كيلو جرام، يعني 4 اكياس سوبر فوسفات، او ممكن تضيف كيس ونص داب للفدان الواحد. يعني الفوسفور بنضيف فيه كام؟ بنضيف فيه يا جماعة في حدود من 4 اكياس سوبر فوسفات، 4 اكياس سوبر فوسفات اللي هو 50، سواء بقى كان 12.5 او كان 15 مش هتفرق في كتير، يعني المهم هتضيف من الـ4 اكياس لـ5 اكياس سوبر فوسفات، ودول بتضيفهم قبل الزراعة، بتضيفهم قبل الزراعة. ليه؟ لأن الفسفور بياخد فترة كبيرة على ما بيتحلل، ويا حبذا لو اتخلط بالمادة العدوية، لأن المادة العدوية أساسا بتيسر الفسفور وبتسرع من تحلل الفسفور أو تيسره، بحيث يكون في الصورة ميسرة للنبات، تمام؟ طيب بالنسبه للنيتروجين اللي هم بايدوا ان هو اتحط، بقول لك اتحط في صوره سلفات النشادر. احنا موجود عندنا سلفات نشادر بيبقى فيها كام؟ 20.6، يعني كل 100 كيلو سلفات نشادر فيهم 20 كيلو نيتروجين صافي. وكل والصوره الثانيه نترات النشادر، نترات النشادر نسبه النيتروجين فيها كام؟ 33.5%، يعني معنى الكلام ده ايه؟ كل 100 كيلو نترات نشادر فيهم 33.5 كيلو نيتروجين صافي. طب بالنسبه لليوريا ف 46%، يعني معنى كده ايه؟ معنى كل 100 كيلو يوريا فيهم 46 كيلو جرام نيتروجين صافي. طيب العلماء اللي هم بيتكلموا في القمح بيقولوا بيحتاج القمح من 70 ل 80 كيلو نيتروجين، تزيد ل 100 كيلو في الاراضي الجديده، تزيد ل 100 كيلو في الاراضي الجديده، 100 كيلو صافي يا جماعه. طيب بالنسبه للاراضي القديمه هنعمل فيهم ايه؟ هنقسمهم لثلاث حاجات، لثلاث دفعات. الدفعه الاولى وبتكون قبل الزراعة مباشرة، بتكون قبل الزراعة مباشرة، وبتكون 20% من التمانين اللي بيتكلموا فيهم دول، 20%. طب 20% ده لما جيت حسبتها لك لقيتها في حدود 75 كيلو جرام سلفات نشادر. وليه نضيف سلفات النشادر في الأول؟ لأن يا حبايبي سلفات النشادر معروف إن هي ما بتتغسلش مع مية الري زي النترات، تمام، ما بتتغسلش في مية الري، بطيئة في التحلل بتاعها، وإن فيها عنصر الكبريت، صلفة يعني كبريت، سلفات نشادر يعني كبريتات نشادر، يعني بتخفض لك في رقم البي اتش بتاعك، وبتستنى تدي النبات الفترة بتاعت اللي هي الإنبات بتاعته وما بعد الإنبات لحد التفريع القاعدي، وهي بتقعد تدي للنبات، تمام. طيب الدفعة التانية بقى يا جماعة بقول لك 40% الدفعة التانية قبل الرية الأولى، هتروي أنت الأرض بتاعتك الصبح، سيادتك بتروح تضيف الايه ال 40%، ويفضل ان هي من وجهه نظر، هم ما بيقولوش كده، ولكن من وجهه نظري كراجل دارس تغذيه النبات الحمد لله متمكن فيها جدا، انا بقول تحطها في صوره يوريا، وبتعني في حدود من 85 كيلو جرام يوريا. اللي عايز يخليهم كيس ونص يعني يوريا 75 كيلو ما فيش مشكله، زدت في 15 كيلو برضو ما فيش مشكله. بنراعي يا جماعة ان المحصول اللي سابق قبل القمح بتاعك ايه، لو محصول ذرة زود شوية في التسميد الازوتي، تمام. لو المحصول اللي عندك مش محصول ذرة وبكون محصول مثلا بقولي، مثلا كنت زارع بسلة
تمام، آسف، كنت زارع فاصوليا، الفاصوليا محصول بقولي، يعني بضيف له التربة خصوبة زيادة يعني تقلل النيتروجين بتاعك شوية. كنت زارع بطاطس اخواننا بتوع المنيا وزرعت مكانها قمح، المعدلات اللي انت ضفتها للبطاطس كتيرة، عمال تحط في القمح، قلل شوية تسميد الازوت بتاعك او تسميد النيتروجين، والنيتروجين هو الازوت يا جماعة. طيب، وال 40% التانيين، ال 40% التانيين يا جماعة بتحطهم قبل الرية التانية، وبتكون في صورة نترات نشادر، في صورة نترات نشادر، وبتكون في حدود 96 كيلو جرام نترات نشادر للفدان الواحد، للفدان الواحد بتكون يعني 100 كيلو نترات نشادر، الكيسين يعني الكيس 50 كيلو يا جماعة لإخواننا الموجودين داخل مصر. طيب، نيجي للعناصر الصغرى يا جماعه، هم كام؟ هم العناصر الصغرى دول ما فيش اكتر من كده، الحديد والمنجنيز والزنك، او اقراهم لك زي ما انا حاططهم، البورن والحديد والنحاس والزنك والمغنيسيوم والمولبدنم والكلور والنيكل، دول يا جماعه العناصر الصغرى. يخصني منهم ايه؟ يخصني منهم ثلاث عناصر مهمين جدا، اللي هو الحديد والمنجنيز والزنك، دول بيضافوا رشا يا جماعه على اوراق القمح. دول الرشة الأولى بتكون عندي 30 يوم، والرشة الثانية بتكون عندي 60 يوم. أي مركب فيه عناصر صغرى محترم، القصة دي هتلاقيه حاططها لك كلها مع بعضها توليفة محترمة كده، بتضيف عند 30 يوم زي ما مدون على العبوة اللي عندك، أو بتضيف عند 60 يوم بيكون، وبتضيف كمان مرة عند 60 يوم، الدفعة الأولى عند 30 يوم، والدفعة الثانية بتكون عند 60 يوم اللي هي قبل مرحلة طرد السنابل. لو ما لقيتش مركب يحتوي على الكل ده، بتجيب حديد لوحده، منجنيز لوحده، بورون لوحده، حديد ومنجنيز وزنك لوحده، كل واحد على واحد، وكل واحد على حدة، وبعد كده بتحط 100 جرام من ده و100 جرام من ده و100 جرام من ده، 300 جرام مخلبي، بتضيفهم على 200 لتر ميه وبترش القمح بتاعك، هتلاقي النتيجة كويسة جدا بإذن الله تعالى. يبقى احنا عرفنا التسميد العضوي مهم جدا، تمام، والتسميد المعدني مهم جدا، وبالنسبة للتسميد المعدني بينقسم للعناصر الصغرى والعناصر الكبرى، واتكلمنا على كل حاجة فيهم.